انا عندي ثم حاجه في انتاج الدوله الظاهر دي نتاع العباد برك ديزيام بوزيسيون باش ياخذ باش ياخذ باقيات في حصه تلفزيون. معناتها الاخ القائد الطائر معانا طولي شو حكايه الخبز هذا؟ حكايه الباقيات حكايه العباد تشد الصف على خاطر تشد الصف باش ياخذ كعبه باقيات وواحده كومبلي وواحده والله ما فهمتش تو انت كنت تاخذ كنت تاخذ شو كنت تعمل بالضبط؟ تاخذ حاضر فلايزات وتدخل وتخرج هكا وعلاش كلك علاش كلك تعبيه قبل نشغل فتره بساعه ساعتين؟ هيك ولا يحبوا هكاك يحبوا احنا سانسنا نحبوا الكونتاكت نحبوا الكونتاكت نحبوا اللمه هكاك نحبوا اللمه هكاك نحبوا كما الفروحات كما حاجه عرفت كما واحد صار له اكسيدون في طريق ولا لا قدر شكون تاخذ هكاك بربره اللي غلوه نحبوا كيك نحبوا الليمون نحبوا السخانه الغزيره نتاعنا وحدها وين بالكاشف اللي ما ثم حتى شيء مع انا حتى شيء تبع تونسي حتى مع انا حتى شيء حتى البيض مش تونسي ما انا شيء لا شيء حتى من ماكلة تمق العمامة معناها واحدة تركية والاخرى من سوريا والاخرى اوزبكستان فهمتني ما ثم شيء تونسي كان عن الموفيز مو المخ 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 لا مش المخ حتى حتى المخ مع الناس مع الناس مع الناس الموفيز المخ وسوء النية مع الناس بس قبل ايش عندنا مرسى في تونس ايش عندنا؟ احنا عندنا ممتاز الخصال الخايبة هذيك فهمتني؟ المواصفات الخايبة عند الانسان غابش هكا دوريجين هذيك دوريجين عندنا هذيك هي هذيك المواصفات